مولانا الحج حاجة عظيمة قوي، وربنا يبلغنا الحج. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب، والسامعين والمشاهدين، ولمن لم يحج يتكرم الله علينا بهذا الشرف العظيم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. وفيه من الأسرار العظيمة وفي دعوات الخليل عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لذلك أستشعر في هذه الدعوة أن في تعلق الأفئدة، يعني الذي يحج هو مشتاق قبل أن يحج، وإذا حج فإنه يزداد شوقا أكثر مما كان مشتاقا، والذي لم يحج يكابد الأشواق، وحينما ينظر إلى الكعبة في التلفزيون كما نقول وهكذا، ومشاهد الحجيج، فإنه يعيش حالة مستحيل أنه يعيشها في أي حاجة تانية. يعني أي إنسان مسلم، مش أقول عالم ولا حافظ قرآن، مسطور الحال حينما يرى المشاهد ديات، يقول لك مش بيتكلم بلسانه ولا بعقله، وإنما بصميم قلبه كما يقولون، وتلاقي المشاعر كده خرجها من ريحانة الفؤاد. هل لذلك من تفسير أو استنباط شرعي؟ جزاك الله خيرا وإياكم سيدنا، نرضى عنك. طبعا الحج من أعظم الشعائر الإسلامية، لكن ربنا سبحانه وتعالى قرنها بأن يكون الرجل مستطيعا لمن استطاع إليه سبيلا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الأحاديث قال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وفي البعض الآخر قال: وحج البيت. ففي المطلق حج البيت من الشعائر العظيمة في الإسلام، وبيت الله الحرام الذي يراه مرة يتمنى لو يراه كل لحظة، وده من الأشياء العجيبة الغريبة. يعني لو حضرتك ترى إن شاء الله بيت الله الحرام مرارا وتكرارا، وجميع السامعين يا رب، لا يستطيع قلبه أن يقف نبضه عن الاشتياق لبيت الله الحرام. وابن القيم عليه رحمة الله له يعني قصيدة رائعة جميلة جدا في هذا الصدد. أطربنا. الله يرضى عنك يا رب يحفظك. الله يكرمك. كان يقول: أما والذي حب المحب حج المحبون بيته، ولبوا له عند المهل وأحرموا. نعم. وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا، لعزة من تعنو الرؤوس، لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. السلام. وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة. طبعا القصيدة طويلة جدا، لكن أنا لعلي أختصر منها شيئا. يعني قال: وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا، لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فجاءوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. الله الله الله. ولما رأت أعينهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، قلوب الورى شوقا إليه تضرموا. اللهم يا رب ارزقنا جميعا حج بيتك يا رب. ولما رأت أعينهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، كأن شقاهم قد تبدد عنهم. السلام. ولا عجب من ذا فحين أضافه لنفسه فهو المعظم. الله. كساه من الإجلال أعظم حلة، عليها طراز بالملاحة مجمل. ثم قال: راحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة من يجود ويرحم. فلله ذاك المشهد الأعظم الذي كمشهد يوم العرض، بل ذاك أعظم. ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أعلم. يقول: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأكثرا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعى وربك أرحم. يا رب يا رب يا رب يا رب وربك أرحمه. رضي الله عن سيدنا الإمام ابن القيم وبارك الله في عمركم. جزاك الله خيرا. ما هذا النور وما هذا الجمال وما هذه العظمة. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك. شيخ ميسرة، هذه الكلمات الطيبات وهذه الحالة التي نحن مصردها الآن، وتزامن عرض هذه المشاهد العظيمة مع أداء مولانا الرائع اللي فيه معيشة غير عادية، ربنا يبارك في عمرك يا شيخ خلاد. الله يحفظك يا رب. هذه الحالة الإيمانية لمن حجوا، فماذا عن من هم على نحونا؟ من لم يحجوا؟ من لم يمكنوا الحج في هذا العام؟ سن الله عز وجل لنا صيام يوم عرفة، فهذا نعم. اليوم الذي يعني يحسب النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله عز وجل به عامين،
والله عز وجل جعل لنا عيد الأضحى وجعل لنا فيه أمور يجب أو أمورا يجب أن نفعلها أو يسن لنا أن نفعلها، أن نتزاور في هذا اليوم، أن نخرج ما في قلوبنا من ضغائن ومن أحساد ومن كره ومن بغض، أن يوسع الرجل منا على أولاده وأهله كما تفضلتم في بداية الحلقة، يعني وخير دينار ينفق على الأهل، ولقمة توضع في زوجته له بها أجر. أيضا أيها الكرام، لا بد أن يغتسل الرجل قبل أن يخرج إلى مصلاه، ولا بد أن يتطيب ويلبس أفضل الثياب، وأن يسلم على إخوانه ويصالحهم، وأن يحسن إليهم، وأن يجعل الود والحب بينهم. فقد قال سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائل المرء الكريم كأصله، اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره، لا تستغيب فتستغاب، وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله. نعم سيدي. وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في هزل الكلام وجده، وإذا الصديق أسى عليك بجهله فاصفح لأجل الود ليس لأجله، كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله، واعجب لعصفور يزاحم باشقا إلا لطيشته وخفة عقله، البحر يعلو فوقه جيف الفلا، والدر مطمور بأسفل رمله، في الجو مكتوب على صحف الهوى، من يفعل المعروف يجزى بمثله. فكل هذا الله من المعروف، ويجب علينا أن نفعل هذا. ما شاء الله، اللهم بارك. شكر الله لك. مش عارف الوقت بيجري دوما ليه في الحاجات الجميلة.